والله اللي اموتك يا بنتي كيف عملت لك ايه؟ قال لي اما مش شاتمه نفسي حسيت اني هزول من قبل ما تضربني شتيمه بس راح جايب بقى الكف دي لقيت دي وضرب الخشبه دي كمان على الخشبه دي على التفاتي على دماغي بس يمها زقت ربنا ستر ربنا ستر اقول حسب الله ونعم الوكيل فيه ايه وتردلها اللي عملته فيا تردلها وربنا ينتقم مني ابني نزل قاعد يبص في راسي ويبص في رجلي وسامحني يما وحقك عليا وانا هجيب لك حقك وكده انا مش كنت عايزه ينزل اصلا فابوها بقى كل دلوقتي ده بنتي معمول لها اعمال ايوه لسه كنا هنسالك هو عمال يقول كده وبغى يعني مش عارف يبص في المحكمه كده عندي علي ابني في صلاه وعارف ربنا اذا ده حرام يحطوا عليه ابني هو جوز يقول يعني بشيل ايه بتجي اللي فيه انا يسمح حنان مبروك عليك لخص الموضوع علشان موسم اللي حصل ده كله علشان موسم اللهم صل على النبي هي انت جبتي لي موسم عاشوراء وانا مخطوبه قلت لها يا بنتي موسم عاشوراء ايه انت جايه بعد سنه ونص جواز تقولي موسم عملت وش ومشاكل في جاسها يبلها البيت وما نازله ايه ونازله من البيت رحت في البيت الثاني وهي جت زعجتني جت تعالي كلمهم هم عايزين جيت امها طبعا ايه لقيتها قاعده هي وامها في البعض ايه اموني دي عايزه ايه؟ قالت لي ايه اموني في ايه؟ قلت لها مفيش حاجه قالت لي الموسم انتوا جبتوا لنا موسم احنا مش شرفنا عليكم تجيبوا مواسم الوليه؟ اه ايه قلت لها ايه ومين ومفيش حد بيشرف على حاجه الموسم ده جبايزه وجايه من لوحده هي تودي العرس ابنها اللي عايزه ازويه راحت جايه قايله لي يعني انت جبت لنا موسم عاشوره انا اديت لبنتي موسم عاشوره كما تديه اديها كل موسم مش تقولي مش هتاخد تقولي مين مفكرها بعد سنه ونص يعني؟ مين مفكرها بعد سنه ونص؟ مش عارف يعني قصدك تقولي ان هي سبقت تخلق اي سبب للمشاكل اه رحت جايه قلت لها ايه يا منى ده بنتك صاحب هتتقتل وتعمل وش ايه بنتك تقعد فوق في شقتها وانا هتصل على جوزي يبعت لها فلوس ايه هي قاعده معايا في البيت في شقتها هي شقتها اللي فوق تمام ايه تقعد لوحديها وجوزها يبعت لها فلوس بقى وانا ايه عشان انا ارتاح مش كل يوم ايه سامح اسنان لما يكونش في مشاكل اه رحت جايه وقاعده بقى ايه تحت زي ما انتم شايفين كده على السلم وبحكي وبقول راحت جايه هي لافته بقى بوزها وراحت جايه ايه عامله لي والله لا اموتك يا بنتي كيف عملت لك ايه؟ قال لي اما مش شاتمه نفسي حسيت اني هزول من قبل ما تضربني شتيمه بس راحت جايه بقى الكف دي لقيت دي وضرب انت كنت متخيل ان ممكن يحصل كده يا ست الكل؟ ضرب دي اي تخويل يعني؟ لا يعني ضرب يعني ضرب وبالخشبه دي كمان بس على دماغي بس يمها زقتني ربنا ستر يعني هي قالت لك بالنص هموتك اه مش هسيب مش هسيب طب ايه رايك حضرتك في الصلح اللي طالبه والدها؟ لا انا عايزه حد ابنك اول ما عرف ايه اللي حصل ابني نزل قاعد يبص في راسي ويبص في رجلي وسامحني يمه وحقك عليا وانا هجيب لك حقك وكده انا مش كنت عايزه ينزل اصلا انا مش كنت عايزه ابني ينزل انت كنت عايزه تلم الموضوع لا مش هلمه يعني هنا بقى اهلي يعني وكده كنا يعني شوف هنعمل ايه عايزين انا نفسي اعرف عايزين انت عارفه ابوها بقى كل دلوقتي ده بنتي معمول لها اعمال ايوه لسه كنا هنسالك هو عمال يقول كده وبغى يعني مش عارف يبص في المحكمه كده اه وانا مشهوره اه ردك ايه شفت عليها اي علامات سحر اي حاجه مفيش ما هي قاعده بقى لها سنه ونص هنا في البيت قاعده لوحدك ولا لوحدها لا قاعده معايا هنا انا وهي فلو في سحر او في شعوذه او في حاجه كده اول واحده هتعرفها مش الكلام ده مش الكلام رسالة النهارده النهارده يا حاجه يعني بتقول ايه في اقول حسب الله ونعم الوكيل فيه ايه وتردلها اللي عملته فيا تردلوه وربنا ينتقم مني وحسب الله ونعم هل ابنك سبق وحصل منه مشاكل معاها ضربها ايه؟ كتير كان في يعني كان في كان في عندي علي ابني في صلاه وعارف ربنا اذا ده حرام يحطوا عليه ابني هو جوز يقول يعني بشيل ايه بتجي اللي فيه
يعني دايما ابنك بيتقلى فيها وعاملها احسن معامله. والله العظيم يا بنتي حاولي مش يعني ايه تعملي مشاكل علشان عمي محترم. اسال بس كده على عمي. ولادك كانوا موجودين ورد فعلهم؟ محدش كان.